وكذلك والنوع الثاني آيات شرعية، وهي الآيات التي تكون بها دائما مناط التكليف، كالصلاة مثلا والزكاة والصيام، كل هذه آيات شرعية أنزلها الله تبارك وتعالى. طيب، وأنزلنا فيها آيات. طيب، في هذه السورة أنزل الله تعالى آيات، أي الأنواع؟ الكونية أم الشرعية أم كلاهما؟ أيوة، الاثنين مع بعض. سورة النور بتلقوا فيها آيات كونية، هتجي معانا إن شاء الله، وحتلقوا فيها آيات شرعية متعلقة بالأحكام برضو هتجي معانا. لعلكم تذكرون، لعل هذه قال العلماء تفيد الحث، تفيد ماذا؟ الحث. لعلكم تذكرون أي من أجل أن تتعظوا، لأنه تذكرون بمعنى تتعظون وتتقون الله تبارك وتعالى. وهنا فائدة، أن بدراسة هذه السورة وفهمها وتطبيقها يتحقق معنى لعلكم تذكرون. فمن درس هذه السورة وعلم ما فيها وعمل بما فيها كان من المتقين. وضحت؟ وضحت يا اخوان؟ لذلك لا تضيعوا هذه الفرصة، ما تضيعوها. لعلكم تذكرون أي من أجل أن تذكرون تتعظون وتتقون الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حكما من الأحكام المهمة في غاية الأهمية، ألا وهو حكم الزنا. الزنا تعريفه هو أن يأتي الرجل المرأة يعني بالجماع من غير وجود عقد شرعي بينهما، ده اسمه شنو؟ الزنا. أن يأتي الرجل المرأة في قبولها أم في دبرها؟ ها ها، في قبولها أم في دبرها؟ في القبول. طيب لو أتاها في دبرها ما يسمى زنا؟ ها، يسمى يا أخوان، سواء كان في الدبر أو في القبول، في النهاية كل جنوب زنا. فالضابط عندنا إنه ما في بينات شنو؟ عقد شرعي، سواء أتاها في قبولها أو أتاها في دبرها. طيب لو قبل هل يسمى زاني؟ لامس يسمى زاني، فعل كل شيء، حتى أنه أنزل، يعني أنزل المزي أو المني، إلا أنه لم يجامع لا في الدبر ولا في القبل، هل هذا يسمى زاني؟ أها، يسمى زاني؟ ينطبق عليه أحكام الزنا؟ نعم. أيوة، ده يا أخوانا ما زنا ينطبق عليه أحكام الزنا من حيث إقامة الحدود، لكن هذه مقدمات للزنا، مقدمات للزنا. وإن لو وجد إنسان قال أنا قبلت المرأة وفعلت بها وفعلت بها، لكني لم أجامعها لا في قبولها ولا في دبرها، واعترف، هل يقام عليه حد الزنا؟ لا، ما يقام عليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز رضي الله عنه واعترف أنه زنى، قال لعلك قبلته، الحديث البخاري، لعلك قبلته. النبي صلى الله عليه وسلم داري يدرى عنه الحد بشبهات، لأن الحدود تدرى بشبهات كما سيأتي معنا، فقال له لعلك قبلت، فلو كان قال نعم قبلت ما أقيمت عليه شنو؟ حد الزنا. طيب، نعم، إلا بالإيلاج، الزنا لا يثبت إلا بالإيلاج. طيب لو أتى الرجل الرجل والعياذ بالله، هل هذا يسمى زنا؟ طيب يسمى شنو؟ لواط. نعم، وبرضه حنتكلم عنه. طيب لو أتت المرأة المرأة، هل يسمى زنا؟ سفاح. سحاق، ركز إبراهيم، سحاق. طيب لو أتى الرجل البهيمة،
يسمى زينة؟ لا. يسمى شنو؟ ممكن نسميها مواقعة البهيمة، إتيان الفاحشة بالبهيمة. كذلك لو أتت المرأة البهيمة مش ممكن يحصل؟ ممكن يحصل، في نساء فاجرات قد تأتي البهيمة والعياذ بالله. طيب إذا الزنا معناه أن يأتي الرجل المرأة في قبلها أو في دبرها من غير وجود عقد نكاح شرعي بينهما، ده تعريف الزنا. طيب قال الله تعالى: الزانية والزاني. إذا الآية شاملة للذكور والإناث، وقال بعضهم بدأ بالزانية لأن غالب الزنا يقع بسبب المرأة، وإلا لو لم تتبرج المرأة وتظهر محاسنها ومفاتنها لما وقع الزنا، مش كده؟ لذلك بدأ الله تعالى بالمرأة قبل الرجل، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طيب الآية دي في أحكام مهمة، الناس تنتبه أخوان. أولا هذه الآية لم يذكر الله تبارك وتعالى فيها التفريق بين الزاني المحصن والزاني غير المحصن، في تفريق؟ ما في، قال الزانية والزاني. فمن أين لنا بالتفريق؟ نعم، من السنة. نعم من السنة. وكان يا أخواننا الزنا في بداية الأمر، كانت المرأة إذا زنت قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ده كان الحكم في بداية الأمر، إذا زنت المرأة تمسك في البيت ولا تخرج أبدا حتى تموت، ده كان الحكم في الأول. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. وده كان في شأن الرجل كما قال بعض العلماء، يعني المرأة تمسك في البيت والرجل يؤذى. بماذا يؤذى؟ العلماء قالوا الآية ما حددت بكذا أو كذا، إنما قال فآذوهما، فقال العلماء بأي نوع من أنواع الأذية، الأذية الجسدية، الأذية النفسية، كله يأذون بالكلام، يأذون بالضرب، يأذون بالمعاملة السيئة، كله كان بيدخل في الآية دي. وبعضهم قال أن هذه الآية الثانية تتكلم عن حكم اللواط، واللذان يأتيانها منكم، قالوا كان هذا في بداية الأمر إنهم يؤذوا بجميع أنواع الأذية. ثم جاءت بعد ذلك السنة وبينت أن أو نسخت هذه الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي عند الترمذي وعند أبي داود: من رأيتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. طيب كذا قبل ما نمشي للزنا نجيب هنا مع الحديث ده، إذا كان الفاعل يعني مجنونا مثلا هل يقتل؟ ما يقتل، لأنه المجنون غير مكلف. إذا كان الفاعل المفعول به مجنون يقتل؟ لا يقتل. إذا كان الفاعل مجنون والمفعول به عاقل أيهما يقتل؟ العاقل. والعكس؟ العكس. طيب إذا كان الفاعل كافرا والمفعول به مسلما فما الحكم؟ ها، الكافر الفاعل كافر والمفعول به مسلم، نقتلون الاثنين ولا واحد فيهم؟ الاثنين كافر. نعم نعم جزاك الله خير إخواننا. الكافر إلا يكون عايش في دولة مسلمة يكون ذمي أو معاهد، في الحالة دي تقام عليه الحد
وحيجي معانا حديث اليهود، يهوديين اللذين قتلهما النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كافر ما عايش في دولة مسلمة ما بتقدر تقيم عليه الحد، لأنه ما ملزم أصلا بحدك، لأنه كافر أصلا ما دخل الإسلام. أما الثاني فيقتل، المسلم يقتل طوال. طيب إذا كان الفاعل صبيا والمفعول به صبي كذلك، ها ما معنى يعزر؟ ها ما معنى يعزر؟ أنت ما قلت يجلد، قلت يعزر. ما معنى يعزر؟ ما معنى يعزر؟ ها لا يعزر يعني شنو؟ أيوة التعزير يا أخوانا هو حكم تأديبي يرجع للحاكم أو القاضي على حسب ما يراه هو. حكم شنو؟ تأديبي يرجع للحاكم أو القاضي على حسب ما يرى. يعني لو لقى ولدين صغار يفعلوا عمل قوم لوط والعياذ بالله، يشوف الشيء المناسب معهم 20 جلدة 15 جلدة الشيء المناسب معهم ويعزرون الحاكم. طيب والأصل يا أخواننا في إقامة الحدود أنها ترجع إلى الحاكم، والموضوع ما فوضائي زول يقيم الحدود، لأنه حتشوفوا معانا بعدين في 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 النصوص والأحاديث إنه الذي كان يقيم الحدود هو النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. فإقامة الحدود ما ترجع لكل الناس، إنما هي من خصائص الحاكم. طيب والله يا شيخ ابن عثيمين قال يجوز انك تنسب للوط وتقول مثلا اللوطي، قال يجوز هذا، لانه ذكر انه في اللغه العربيه يجوز النسب للمضاف وكذلك يجوز النسب للمضاف اليه. يعني يجوز تنسب لقوم ويجوز تنسب للوط، تقول عمل قوم لوط او تقول لوطي او تقول لوطي. فالشيخ ابن عثيمين فصل في المساله دي. طيب الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. قلنا يا اخواننا لا لا لا، التفريق بين الزاني المحصن والزاني غير المحصن يؤخذ من السنه، وذكرنا انه كان في بدايه الامر كيف حكم الزنا، ثم بعد ذلك جاءت هذه الايه ونسخت الحكم الاول كما ذكر ابن عباس في تفسير ابن كثير. طيب الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. طيب قلنا في فرق بين الزاني المحصن والزاني غير المحصن، ما هو تعريف الإحصان؟ نعم إحصان هو الرجل المزوج، قال هو الرجل المزوج أو المرأة المزوجة، ده تعريف عام. لكن يا اخواننا اضبط واسلم تعريف هو تعريف شيخ الاسلام ابن تيميه، ونقل عنه العلامه ابن عثيمين عليه رحمه الله، قال الاحصان او المحصن هو الذي قد وطأ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. ده تعريف شنو؟ المحصن. قد وطئ هو الذي قد وطئ، يعني وطئ امراه في نكاح صحيح، يخرج من ذلك النكاح غير الصحيح. مثال لذلك ما يسمى بالزواج العرفي، ما يسمى بالزواج العرفي. فلو تزوج رجل امرأة عرفا ثم زنى هذا الرجل، هل يقام عليه حد الزاني المحصن ولا الغير محصن؟ أها غير المحصن، لأنه أصلا ما وطئ في نكاح صحيح. يبقى يجب كذلك نكاح المتعة، يبقى يجب يا أخواننا أن يكون قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. أما بالنسبة للممالك، المماليك أحكام براهم، دي بعدين حنتكلم عنها برضه، حكم المملوك إذا زنى أو المملوكة إذا زنت، ده حنتكلم عنه إن شاء الله لقدام. بالغ عاقل، يخرج من البالغ ها الصبي،
فإذا زنى صبي بصبية ما يدخل في هذا الحكم. طيب عاقل كذلك يخرج منه غير العاقل زي ما ذكرنا قبل قليل. إذن التعريف: المحصن هو الذي قد وطأ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، ده اسمه محصن. إذا زنى هذا فإنه يسمى زان محصن، يسمى زان محصن. طيب الزاني غير المحصن حكمه في هذه الآية، قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يعني أي واحد فيهم انجلد كم؟ 100 جلدة. 100 جلدة. الجلد قال العلماء رحمهم الله تعالى يكون في الظهر، يكون وين؟ في الظهر، لورود النص. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل ورمى زوجته، ده هيجي معانا قدام في حد الغث، قال: البينة أو حد في ظهرك، أو حد في ظهرك. وذكر بعضهم عن ابن عمر أنه جلد جارية له في بطون أقدامها جوا في الكرعين جوا، لكن الجلد يكون وين؟ في الظهر. وقال العلماء الجلد يكون يعني ما يكون بشيء يكسر العظم، عكاز مثلا تمشي تدق بالعكاز لا ما ينفع، يكون بشيء ما يكسر العظم، لأن الأصل في هذه المسألة الشنو؟ التأديب والتعذيب، كذلك إنه يتعذب. انجلد بصوت معقول ما يكسر له عظم وما يقتله، وفي نفس الوقت يعمل شنو؟ لابد يعذبه، يذوق المرارة تحت الصوت. طيب الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 جلدة. طيب وفي حكم ثاني يا اخوان، مع الجلد يوجد التقريب، والتقريب جاء في حديث الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب، أو قال البكر بالبكر: جلد 100 وتقريب عام. والثيب بالثيب: جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. ودي بعدين حنقيف معها برضو، لو نسيت ذكروني حتة جلد 100 والرجم. إذا يؤخذ من هذا الحديث حكم زايد على الذي في القرآن. ومن هنا تعرفوا يا أخوانا إنه أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كأحكام الله تبارك وتعالى، فما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حكم به الله تبارك وتعالى، عشان كده ربنا قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأحيانا بتلقى حكم في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يزيد حكم ثاني كله من عند الله تبارك وتعالى، لأنه ربنا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا يكون مع الجلد تقريب عام. ما معنى تقريب عام؟ الإبعاد عن البلد، أيوة، التي عن البلد الذي ارتكب فيه الجريمة. طيب ليه يا أخوانا ليه يبعدوهم سنة كاملة؟ في زول بيعرف الحكمة؟ قال بعض أهل العلم: تطهيرا لهذا المكان، تطهيرا شنو؟ لهذا المكان، لأن المكان ده وقع فيه فاحشة، تطهير للمكان ده من هذين الشخصين. طيب الرجل، تقريب الرجل ما فيه خلاف بين العلماء، أما تقريب المرأة فاختلف فيه أهل العلم، منهم من قال تقرب ومنهم من قال لا تقرب، وذكر بعضهم أنها لا تقرب، قالوا لأنها امرأة ولا وتحتاج إذا قربت تحتاج إلى محرم، مش كده؟ لأنه بيسفرون برا البلد، تحتاج إلى محرم، وقالوا يعني المرأة ليست كالرجل، فوقوع الفاحشة منها قد يحصل مرة ثانية، لذلك بعضهم قال المرأة لا تقرب، وبعضهم قال يرجع هذا إلى الإمام، إن شاء قرب وإن شاء لم يقرب. إذن عندنا كم قول في المرأة؟ 3. القول الأول: تقرب كما يقرب الرجل. القول الثاني: يقرب الرجل وحده لا تقرب المرأة. القول الثالث: يرجع إلى الإمام، إن شاء قرب وإن شاء لم يقرب. لكن يا أخوانا الناظر للدليل تجد أن المرأة
تقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين المرأة. لكن في النهاية إذا خشي الفتنة وخشي إن المرأة إذا قربوها تمش كمان تعمل بلاوي بغادي، ففي هذه الحالة قال العلماء لا تقرب المرأة، إنما يقرب الرجل، يعني يطلع من البلد وقع فيه الفاحشة. طيب إذن الحكم الأول 100 جلدة، وعرفنا طريقة الجلد وعرفنا مكان الجلد يجلد كيف ويجلد وين. الحكم الثاني التقريب، تقريب عام كامل سنة كاملة بالسنة الهلالية ولا السنة الميلادية؟ السنة الهلالية، لأنه ده الأصل في الإسلام، يعني ما رجعوا في رمضان ما يرجعوا شنو إلا في رمضان البعديه. طيب هناك أو هنالك زيادة في الحكم بعد الجلد، قال الله تبارك وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. بهما الضمير يرجع لمن؟ الزاني والزانية. والأولى إنه نتبع أسلوب القرآن، نقول الزانية والزاني، نقدم الزانية. طيب لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الخطاب هنا موجه لكل الناس، إنك ما ترأف عند إقامة الحد، لا ترأف بالزانية ولا بالزاني، يعني ما ترحمون. ممكن تجيك البيت الزانية تبكي أول ما يدوها 5 سيطان تبكي، مش كده؟ وين لسه باقي 95؟ ما يجي واحد يقول لا 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 خلاص خلوها يا أخي ما بتتحمل. وين؟ ما في كلام زي ده. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أبدا، تنجلد لو بكت كوركت صرخت لابد المية جلدة تأخذها تأخذها. فربنا قال لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأنه ده دين الله تبارك وتعالى، ودين الله عز وجل ليست فيه مجاملة لأحد، إذا خالف الشريعة ما في مجاملة لأحد. طيب ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذه جملة شرطية، يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ودي مسألة خطيرة يا إخوان، موضوع بتاع إيمان، فلو في قلبك في إيمان فعلا ما بترأف بالزانية ولا بالزاني أبدا، ده موضوع بتاع إيمان. أيوة صحيح، كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثاني في حكم ثالث، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اللام في وليشهد لام شنو؟ لا لام الأمر، تمام جزاك الله خير، لام الأمر ده أمر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ما معنى يشهد؟ أيوة يكون حاضر، يكون شنو؟ يكون حاضر يعني. وليشهد عذابهما، ولاحظ أخواننا إنه ربنا سمى هذا الجلد عذاب، سمى الجلد شنو؟ عذاب. عذابهما طائفة من المؤمنين. الطائفة كم؟ كم نفر يعني؟ كم؟ 10 ولا فوق؟ نفرين ما طائفة؟ 2. 3 ما طائفة؟ الطائفة كم؟ 2. كل الأقوال دي يا أخوانا ذكرها العلماء، بل بعض العلماء قال 1 ممكن يكون طائفة، لكن ده قول شاذ جدا. ليه؟ لأنه الله قال وإن طائفتان من المؤمنين، ما ممكن واحد يكاتل منوعا، مش كده؟ يبقى الطائفة أرجح الأقوال من 2 لفوق، من 2 لفوق، 2 3 4 لآخر لأي عدد ثاني. فالمهم لابد من شهود شنو؟ هذه الطائفة. اشهدوا شنو يا اخوان؟ يعني يكونوا حاضرين في وقت إقامة هذا الحد. هل يلزم من هذا إخراج الزانية والزاني إلى الأسواق؟ ها استنادا على الآية دي، ما ربنا قالوا ليش هذا عذابهم طائفة طلعوا للسوق؟ يمكن يشهد جوا. أيوة صح، ما يلزم يا أخوان،
قد تشهد الطائفة ولو لم يكونا في السوق. ممكن في حتة يعني ما في السوق، في مكان ممكن يكون في المحكمة أو محل الشرطة الآن يعني، ويكونوا في ناس حاضرين ما إلا يطلعون برا. وإن رأى الإمام إنه يطلعهم برا حتى يزداد الزجر فلا حرج إن شاء الله، لو شاف إنه يطلعهم برا عشان الزجر يعم فما في حرج إن شاء الله، ده يرجع لشنو؟ للإمام أو القاضي. طيب عموما لا بد من شهود هذه الطائفة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ما الحكمة في شهود هذه الطائفة؟ ها نعم، الاتعاظ لمن؟ للشهود. كويس، أول حاجة شهود، الشهود بيكون فيه عظة لهم، هم لما يشوفوا ده بيدقوا قدام الناس. تاني هم شنو؟ ما بيقعوا في الزنا. تاني الزاني ماله؟ مالهم؟ أها أيوة، ده فيه تأديب وزجر للزاني والزاني ذاته، وده يا أخوانا أشد من الجلد بالمناسبة. شوف كون الناس يكونوا واقفين يشوفوا ده أشد من شنو؟ أشد من الجلد ذاته. عشان كده زمان أنت في المدرسة الأستاذ كان دقاك في المكتب ودقاك في الطابور، واحد ما بتاع الطابور بيكون سخن مش كده؟ بالذات لو جابوك جنب البنات بالذات، فده بيكون سخن جدا يا أخوانا. أما لو ساقك في المكتب دقاك ممكن تتحمله وتفوت ساي، لكن شهود الناس ده فيه زيادة عذاب على الزول شنو؟ الذي يقام عليه الحد. ودي احكام ما فيها مجامله لاحد يا اخوان، لابد تطبق كما قال الله تبارك وتعالى، ما في مجامله لاحد. اذا نطلع بفائده، حكم الزاني غير المحصن ها الجلد كم؟ للاثنين؟ نعم يعني 50 هنا و50 هنا؟ لا 100، النفر 100. النفر 100 كويس، اي واحد 100 100. طيب ثاني ها رايك؟ الثاني نعم. شنو الثاني؟ شنو الثاني؟ ها يا زول انت ما معانا والله. ثاني تعال بيجي تعال. تغريب عام. ايوه تمام، تغريب عام. الثالث مازن؟ الثالث طائفة من المؤمنين. تمام، طائفة كم يا مرغني؟ اقل شيء اثنين ولي فوق، جزاكم الله خير. طيب دي يا اخواننا احكام شنو؟ الزاني غير المحصن، الزاني والزانية غير المحصنين. طيب ثم قال الله تعالى قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هنا في مسألة، خص الله تعالى الطائفة أن تكون مؤمنة، لابد يكونوا من المؤمنين. يعني اثنين نصارى بينفعوا؟ ما بينفعوا. لماذا؟ ليه؟ غير دليل التخصيص، لانه شوف ايوه ما في فائده اصلا. طبعا نصراني حضر ما حضر، ان حضر الليله باذن بكره مش كده؟ ما في فائده اصلا، ما بيستفيد من هذا الامر الا المؤمن. ايوه ذكرى تنفع المؤمنين، فالبينتفعوا هم المؤمنين، عشان كده ما ينفع الا شهود المؤمنين. الطائفه يشترط فيهم ان تكون مؤمنه، تكون هذه الطائفه مؤمنة. طيب رجال ولا النسوان؟ كله. من وين عرفته كله؟ ما في تخصيص، وقال المؤمنين الألف واللام يفيد شنو؟ العموم، ما في تخصيص. يعني لو في نساء لو في رجال، وده ذاته الأفضل، كون ذاته يكون في نساء ده شنو؟ ده الأفضل ذاته، حتى يزددن في الزجر، لأنه هم ذاته سبب الزنا، عشان كده ربنا بدأ بهم زي ما ذكرنا. طيب ندخل اخواننا في الزاني المحصن، حكم الزاني والزانية من حيث الإحصان. ذكرنا تعريف الإحصان. الزاني والزانية المحصنين حكمهما في الشريعة الرجم، الرجم حتى الموت. والرجم يا اخواننا اصله في اللغة ان يكون بالحجارة، اصل الرجم في اللغة يكون بشنو؟ بالحجارة. طيب وما هو دليل الرجم؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ماعز، قال شنو؟ اول حديث، انت ما جيت هنا، انا قلت لك تعال هنا جيب. اولا
حديث. لا لا جيل حاجاتك كلها وتعالى عشان تبقى قريب بس. اولا في حديث ابن عبيديه. اي صح. قال يا رسول الله اني دنيت. ايوه. فظهرني. صح. فعرض انا. صح. فقال يا رسول الله اني دنيت فظهرني. صح. فلما قالت اربع مرات فهيت عن سرقه. فقال اسمي حتى تضعي. صح. فلما جاءت به قال لا فسبي حتى تحمل الرضاعة. صح. فلما جاءت به وتحمل عليه خبز حتى جنين. صح. عن جاي خبز. اي. فقال لا يعني قال في قصة نفيسة. بعد ذاك أقام عليها شنو؟ الحد. ما الحجة؟ انت في راسكم ده بس إقامة الحجة في الراس طوال اليوم كله. طيب أقام عليها الحد. طيب الأدلة يا أخوانا أولا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا يعني أجيرا عند هذا أو على هذا فزنى بامرأته فافتديت ابني منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واقض يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها حديث صحيحين البخاري ومسلم في اثنين من الأعراب عربيين اثنين جل النبي عليه الصلاة والسلام واحد قال يا رسول الله ابني هذا ولدي ده كان شغال أجير عند الزول ده فقام زنى بزوجة الزول ذاك سبحان الله زنى بشنو؟ بزوجة الرجل الذي يعمل أجيرا عنده قال فسألت أهل العلم وقال العلماء هنا فائدة ألا وهي استفتاء من هو ألا وهي استفتاء الفاضل في وجود المفضول فائدة انتبهوا لها استفتاء الفاضل في وجود المفضول لأن الأعرابي ده استفتى أناس من أهل العلم في وجود من؟ في وجود النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فما في حرج ولا أي إشكال أن نعم المفضول في وجود الفاضل ولا الفاضل في وجود المفضول أها لا المفضول منو المفضول أهل العلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم والفاضل من أها والمفضول صحيح صح الفاضل النبي صلى الله عليه وسلم والمفضول هما أهل العلم طيب فقلنا الفائدة شنو يا أخوان استفتاء المفضول في وجود الفاضل ده ما في أي حرج ولا أي إشكال يعني كون طالب علم يستفتوا في وجود العلماء وعنده علم بالمسألة فأجاب ما في حرج في المسألة ده وما ينكر إلا من كان به جهل يقول لك لا بد من العلماء ولا تفتي في وجود العلماء منو قال الحديث ده فيه دليل طيب قال فسألت أهل العلم أو قال فزنى بامرأته فافتديت ابني منه بمئة شاة قبل ما يسأل أهل العلم قام افتدى ولده بمئة شاة ووليدة مئة شاة بأولاد يعني قال للزول لك شيل المئة شاة دي بأولاد وخلي شنو ولدي خلاص يعني قصاد شنو قصاد الزنا الوقع على زوجتك شيل الأشياء دي كلها الأعرابي فعل هذا الأمر ثم استفتى أهل العلم مش استفتى قال فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام ويظهر من هذا أن ابنه لم يكن محصنا أيوة ولده ما كان محصن لأنه قال جلد مئة وتغريب عام يبقى الفتوى صحيحة مش كده طيب وأن على امرأة هذا الرجم
وظاهر انه محصنه لانه قال زوجة ده مش كده. فاهل العلم قالوا له ولدك انجلد كم؟ 100 جلده ويقرب عام، اما المراه دي فترجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله تعالى. وهنا فائده عظيمه الا وهي ان الرجم من كتاب الله تعالى. انتبهتوا؟ وبعدين حنجي نناقش الشبهات في المساله دي. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لاقضين بينكما بكتاب الله. وقلنا هنا في فائده انه الحكم الرجم في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب قال: الوليد والغنم رد عليك، يعني شيل غنمك باولاد شيلهم. وعلى ابنك جلد 100 وتقريب عام كما قال اهل العلم. واهل العلم ديل من الصحابه طبعا، زي ما افتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولدك يجلد 100 جلده ويقرب عام كامل. طيب واخذوا يا أنيس، النبي صلى الله عليه وسلم رسل واحد اسمه أنيس، رجل من أسلم من قبيلة أسلم. واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا. وهنا فائدة ألا وهي عدم اشتراط حضور الحاكم عند إقامة الحد. عدم اشتراط حضور الحاكم عند إقامة الحد، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ماله رسل زول ما حضر إقامة الحد. قال اخذوا يا انس، يعني امشي شوف مرة الزول ده. فان اعترفت فارجمها. وهنا في ملاحظه يا اخوان، انه كلام الرجل ما عنده عبره، مش كده؟ ما هو جاء قال شنو الرجل؟ قال ولدي زنى بمرة الزول ده، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع شرط لما رسل انيس، قال له شنو؟ فان اعترفت، معناته كلام الزول ده ما بيه شنو؟ ما عنده عبره في المساله دي. يعني لو كان مشى والمرأة نكرت هل سترجم؟ ما بترجم. انتبهوا للكلام ده، وده بيجينا بعدين في الغصف، أحكام الغصف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضع شرط، مع إنه سمع من الأعرابي وسمع من الثاني ورجع له غنمه وحكم على الشاب، والعلماء قالوا لعل الشاب اعترف كذلك، لأنه لو لم يعترف لما حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رسل أنيس قال فإن اعترفت، لو اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت. لما مشى لها أنيس اعترفت فرجمها، رجم طوال. طيب الرجم هل يشترط فيه الدفن؟ يعني الإنسان يحفر له حفرة ويدفنه؟ ذكر بعض أهل العلم هذا وقالوا يحفر للرجل والمرأة، يحفر له حفرة لغاية مكان الصدر هنا، وبعد ذلك يرجمون بالحجارة. لكن الظاهر من الرواية التي جاءت فيها يعني زنا ماعز انه ما في دفن، لانه ماعز لما رجم فر جرى، لما رجمه بالحجارة ماله، ولو كان مدفونا لما فر، مش كده؟ فده الظاهر والله اعلم، انه الانسان ما بيدفن في الرجم. وان راى الحاكم انه يدفن فهذا في النهاية يرجع لاجتهاد الحاكم، لكن الظاهر من حديث زنا ماعز انه ما في دفن. طيب ونوعية الحجارة التي ترجم بها، العلماء قالوا ما تكون صغيرة ولا تكون شنو؟ ولا تكون كبيرة شديد، لكن تكون شنو؟ متوسطة، تكون متوسطة. طيب إذا فر الزاني هل يترك؟ أثناء ما بيرجموا فيه جرى يخلوه؟ لا ما يخلوه. طيب جاءت في الرواية أن ماعزا هرب وقال يا قوم دعوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما تركوه حتى قتلوه. لما جاءوا قالوا يا رسول الله قال كذا كذا، قال هل لا تركتموه يأتيني؟ وده طبعا يا أخوانا ما فيه عبرة إنه يترك، لأنه أصلا لا بد من الرجم، والرجم هو الموت، الرجم الحجارة حتى الموت. لكن لعله النبي صلى الله عليه وسلم أراد إنه يسمع من ماعز، يمكن داير يقول له كلام قبل ما يموت، والله أعلم. لكن لا بد أن يموت. طيب إذا قلنا الرجم يكون بحجارة متوسطة ويرجم الإنسان حتى الموت وإن فر. طيب ولما رجموا الغامدية رضي الله تعالى عنها طار الدم منها فسقط على ثوب أحد من أصحاب النبي فلعنها، فقال لا تلعنها،
فوالله لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 نفسا أو على 70 نفس، أو قال لو وزعت على أهل المدينة، أو قال على صاحب مكس، قال لكفتهم. صاحب المكس هو صاحب الضريبة وكذا. فهي تابت توبة عظيمة جدا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة أنه يلعنوها. طيب قبل قلت لكم ذكروني بشنو؟ أها أها أيوة، جاءت في الرواية يا أخوانا بتاع صحيح مسلم إنه مع الرجل برضه في شنو؟ في جلد برضه، جلد 100 وشنو؟ والرجل. دي رواية صحيحة صريحة في صحيح مسلم. طيب يعني استنادا على الرواية دي إنه الرجل براه ما كفاية، قبل الرجل كم؟ 100 جلدة، بعد ال 100 جلدة شنو؟ بعد ذاك يرجم. لكن قال العلماء كان هذا في أول الأمر، ده كان حكم في أول الأمر، كان الزاني المحصن قبل ما يرجم يجلد 100 جلدة، حتى بعد ذاك شنو؟ يرجم. لكن بعد هذا استقر الأمر على الرجم فقط، استقر الأمر على الرجم فقط، وما في جلد للمحصن، ما في جلد، إنما يرجم فقط. وأصلا طالما بيرجم ما فائدة الجلد، مش كده؟ الجلد ما منه فائدة، يموت أصلا. طيب فاستقر الأمر كان ده في البداية، لكن استقر الأمر في نهاية المطاف على الرجم. طيب قبل قلنا الرجم في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين كذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه قام فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه أو فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف، وإيم الله. لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله، لكتبتها. ده في الصحيحين البخاري ومسلم، ودي خطبة عمر بن الخطاب، خطبة مشهورة ترد على ناس كتار الليلة دي، حنجيهم بعدين في الشبهات. إذا الآية الرجم في كتاب الله عز وجل، لأنها كانت موجودة، كانت مما نزل كما قال ابن عباس: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. دي كانت آية موجودة في كتاب الله عز وجل، فنسخت نصا وبقي حكمها. وده بيدخلك في أحكام النسخ، والنسخ من الأحكام الشرعية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. النسخ من الأحكام الشرعية، قد ينسخ الأمر حكما ويبقى نصا، وقد ينسخ نصا ويبقى حكما، ويبقى حكما. فالنسخ موجود أصلا، وبعض الناس ضلوا في هذا الباب، قالوا لا ما في نسخ. واحد جايبينه من الضلال، قال لو قلت في نسخ معناته الله بيغير رأيه. معقول الله يغير رأيه؟ ده ما فهم بليد طبعا، هو فاهم انه ده كان كده وقام الله غير رأيه وعمله كده. سبحان الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا حكم شرعي ربنا سبحانه وتعالى جعله. نعم ها؟ لا لا، السلف ما كان بيقولوا كده، ما اعرف واحد من السلف انه كان بيقول ده رأي الله في الموضوع ده، لا ما اعرف واحد من السلف استخدموا هذا اللفظ. اذا النسخ هو حكم شرعي ربنا سبحانه وتعالى بحكمته جعل هذا الحكم في هذا الزمن، ثم بحكمته تبارك وتعالى نسخ هذا الحكم وجعل حكما اخر، وكله في كتاب مبين عند الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل له ان يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حكم في وقت معين ربنا ينسخه، يجيب حكم ثاني في وقت ثاني. في زول عنده راي في الموضوع ده؟ ما في الا تكون ما مؤمن. لكن النص ثابت بالقرآن وثابت بالسنة،
والسنة قد تنسخ القرآن بالمناسبة، زي ما ذكرنا في حد اللواط. وبمناسبة حد اللواط ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند أبي داود والترمذي، إنه لا 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 لا، من رأيتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. بالمناسبة أخوانا اللواط أشد من الزنا، اللواط أشد من الزنا، لأنه الزنا ربنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولوط عليه السلام قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. العلماء قالوا التعريف بالألف واللام أشد من المنكر. في الزنا قال شنو؟ فاحشة. وفي اللواط قال شنو؟ الفاحشة. اللواط أشد من الزنا لأنه حتى مخالف للفطرة ذاته، مخالف لشنو؟ الفطرة. الزنا حتى الزنا بالرغم من أنه حرام لكن فطرة، مش كده؟ لأنه الرجل أصلا يرغب في المرأة والمرأة ترغب شنو؟ في الرجل، دي فطرة موجودة. لكن الزنا ماله؟ حرام. اللواط مخالف للفطرة ذاته. كيف رجل يأتي رجل؟ سبحان الله، رجل يأتي رجل يا أخي، دي مخالفة للفطرة ذاته، ما بتجي ذاته، الفطرة ما بتجي. نسأل عشان كده نازل انتكست عقولهم وانتكست فطرتهم عياذا بالله. رجل يفعل الفاحشة مع رجل، وفيه يعني حتى أمراض كثيرة الآن ظهرت، أمراض نفسية مش كده، وأمراض ما تعرف جنسية وغيرها، وبلاوي كثيرة كلها بسبب هذه الفواحش عياذا بالله. فيقتل الفاعل والمفعول به. واختلف العلماء في كيفية القتل، بعضهم قال يلقى من أعلى، يطلعوا في جبل فوق الاثنين يرمون من فوق، قالوا لأن ربنا أهلك قوم لوط فجعل عاليها سافلها، قالوا يرمون من فوق. وبعضهم قال يرجموا، وبعضهم قال يضربوا بالسيف. اختلف العلماء في طريقة القتل، لكن ما اختلفوا في القتل ذاته، كلهم متفقين شنو؟ انه يقتل. لكن يقتلوا كيف؟ اختلفوا هنا في الحتة دي، لكن في النهاية يتقتلوا. طيب ها؟ ما في ذول كتب؟ نسأل الله عز وجل انه يوفق ولاة امورنا فيقيموا الحدود. نسأل الله تبارك وتعالى يعينهم على هذا الامر. طيب كذلك جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم، يعني من اليهود، قد زنيا، فقال ما تجدون في كتابكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عندكم في الكتاب بتاعكم الزنا حكمه كيف؟ ومش النبي صلى الله عليه وسلم لأنه داير يشوف الحكم في كتاب اليهود، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن كتاب اليهود، لكن قال العلماء حتى يقيم عليهم الحجة، كتابكم حكم الزنا فيه شنو؟ فقالوا تسخم وجوههما ويخزيان، يعني تسوت وجوههما ويخزيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم كذابين، ده ما كده حكم الزنا عندكم في التوراة ما كده، واليهود كذابين أصلا ليوم الليلة كذابين. قال كذبتم إن فيها الرجم. سبحان الله، من أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب اليهود؟ ها؟ الله عز وجل، ربنا أطلعه يا إخوان. فقال مع إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما درس أصلا كتاب من الكتب. طيب قال كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. عم يجيبوا الكتاب، جيبوا كتابكم، وده فيه دليل إنه تحج أهل الباطل بكتبهم. فهمتوا؟ واحد صوفي يقول له جيب كتاب المرعي، والله عم يجيب الكتاب، أنت مش قلت ما في؟ جيب الكتاب، تجيب الكتاب تحج طوال. فده فيه دليل على الكلام. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بقارئ لهم، مش أظن دبروا الموضوع مع واحد من القراء بتاعهم، جاء فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليها. شو اليهود المجرمين كيف؟ لما جاء في حتة الرجم خد يده كده وفطها قرى الحتة اللي هناك. ده تلقاه عند أهل الباطل ليوم الليلة، يخد يده كده يقرأ لك هناك. مرات يكون جايب كتاب الكلام اللي بيقوله في راسه في الكتاب ذاته ما في،
هو بيقول شيء وفي الكتاب في شيء ثاني. هذه من اساليب اليهود والعياذ بالله. خط يده في الحته بتاعت الرجم لما جاء فيها، فوضع يده عليها فقيل له ارفع يدك. الصحابه شايفينه شيل يدك، قال له يا يهودي شيل يدك. فقيل له ارفع يدك، فرفع يده فاذا هي تلوح، يعني ايه الرجم، فاذا هي تلوح. فقال او قالوا يا محمد ان فيها الرجم، ولكننا كنا نكاتمه بيننا. فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال ابن عمر فكنت في من رجم مع الذين يرجمون. قال فلقد رايته يحنو عليها يقيها الحجاره بنفسه. اليهودي المرز زنى معاها بقى قاعد يحميها، قال عشان ما تموت. الاثنين ماتوا. شوف ده بالله عامل فيها الوتر بيب. والله في شباب كده الليله صنف زي ده، حكم عليهم بالرجم مش داري يغطيها، يعني اموت انا ولا تموت انت يعني. الاثنين مشوا، الاثنين ماتوا. فوجدت في روايه ان واحد من الصحابه، من هو الصحابي الذي كان يهوديا واسلم؟ ها منو يا اخوان؟ منو؟ مين ابن سلام؟ عبد الله ابن سلام. ايوه كان من احبار اليهود من علمائهم. فقالوا لما نزول الله خدت يده عبد الله ابن سلام، قال له هو اللي قال له شيل يدك، لانه بيعرف التوراه تماما ويقرا التوراه. وهنا في حكم الصلاه جات ولا لسه؟ لما تجي نبهنا عشان ما نضيع الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم اقام حد الرجم حتى على اليهود، لانهم كانوا موجودين في المدينه. موجودين شنو؟ في المدينه يلزم ما يلزم المسلمين من الحدود. لانه ده زي ما قلت لك جبال، اذا كان في معاهد ولا ذمي كافر نصراني، لكن معاهد ولا ذمي موجود في بلاد المسلمين ووقع في حد من الحدود، يجب ان يقام عليه الحد، يجب يقام عليه الحد. زنى يقام عليه حد الزنا، سرق يقام عليه حد السرقة. والدليل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودي واليهودية. طيب في بعد الشبهات حول آية الرجم نواصل فيها ولا نخليها الدرس الجاي؟ ها نخليها الدرس الجاي؟ خلاص إن شاء الله الدرس الجاي حندخل في الشبهات التي تثار حول حد الرجم. في سؤال؟ ما في؟ جزاكم الله خير. مرأة زنت بصبي إذا ما كانت محصنة تجلد 100 جلدة وتقرب عام، والصبي يعذر. إذا كانت محصنة ترجم والصبي يعذر، لأن الصبي رفع عنه التكليف حتى يبلغ الحلم. نعم كيف؟ اعترف الأعرابي لكن المرأة أنكرت. يقام الحد على المعترف، لكن ما اعترفت ما بيقيم عليها الحد إلا بعد ذاك بشهود. تبي معانا لقدام، المنكر إلا بشهود. جزاكم الله.